تباعا تأتي الضربات الأمنية قوية ضد مهربي وتجار المخدرات الذين يحاولون النفاذ ببضاعاتهم عبر المنافذ الشرعية للبلاد بأساليب شتى، كتلك المحاولة لإحدى شركات الملابس الجاهزة بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في حاوية مشمولها أدوات منزلية قادمة من دولة عربية عبر ميناء غرب بورسعيد، محاولة أحبطتها الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بعد أن رصدت التحركات. كان عندنا معلومة من قدوم حاوية على متن مركب على أحد التوكيلات المحلية المعروفة لدينا، ومعلومة بوجود مواد مخدرة داخل الحاوية. تم المتابعة وتطوير المعلومة، وتم التواصل مع التوكيل الملاحي لتحديد ماهية الحاوية وبياناتها وترقب وصولها لجمهورية مصر العربية عبر الميناء بورسعيد. عقب وصول الحاوية اللي ورد بشأنها المعلومات، تتبعناها لحين تخزينها في احنا الساحات الموجودة ميناء بورسعيد غرب، وتم متابعتها وتم تقنين الإجراءات مع النيابة العامة واستصدار إذن من النيابة العامة بفتح وجرد وتفتيش الحاوية لضبط الأصناف المخالفة الموجودة بالحاوية. فتح الحاوية تبين المشمول المستندي الموجود فيها هو عبارة عن ترابيزات مكوى. بالتفتيش الدقيق في ضوء ما ورد من معلومات تبين أن مخبأ بالجسم الرئيسي لترابيزة المكوى في مخبأ سري كميات كبيرة جدا من الحشيش المخدر وعقار كبتاجون وكميات كبيرة من البودرة على هيئة مسحوق أبيض اللون يشتبه أن تكون لمخدر الهيروين. كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبطها داخل مشمول الحاوية وصلت إلى أكثر من 4 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 25 كيلوغرام من مخدر الهيروين ونحو 4 ملايين قرص كبتاجون مخدر، وذلك قبل إغراق البلاد بها، ما يشكل خطورة على المجتمع والاقتصاد. اشتركنا مع السادة أمير الجمارك بالمينا بتشكيل لجنة فتحت الحاوية، وزي ما حضرتك شايف كده تم العثور في الحاوية دي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين ومن أقراص الكبتاجون المخدرة. وتعد هذه الضربة الأمنية الكبيرة ضد تجار المخدرات ضمن سلسلة الضربات القوية والناجحة التي وجهتها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة ضد تجار وحائز المخدرات وإحباط مخططاتهم لإغراق البلاد في مستنقع المخدرات.